حسيلو دونك هيت نقول لكم الساعه شنو حضرت انا للكريم دو ليغوم. عندي البصل، عندي البطاطا، السفنيريا، الكورجيت، القرع بوتوزينه والقرع الاحمر. هذوما هما اللي باش يطيبوا في الكريم دو ليغوم. بيان سور كوم هي كريم دو ليغوم يلزمنا زاده هوني كريم ليكيد، وباش نطيبوها بجولدينا بلس، خاطر تعرفوا لي جولدينا مشكل للكويسون، مشكل للتارتين مي اوسي للكويسون. دونك اجا خلينا نبداو نحطوا نطيبوا الكريم دو ليغوم نتاعنا. باش نحطوا اول حاجه جولدينا تسخن، هي اللي باش نسوتيو فيها الخضره نتاعنا قبل ما نمرقوا، قبل ما نمرقوا على الخضره معناتها. دونك نحطوا الجولدينا اللي باش نحطوا فيها البصل من الاول، البطاطا، وكل مره نزيدوا خضره اخرى حتى لين نكملوهم الكل. فوالا هذه جولدينا. البطاطا هاكا شفتوا مانيش معاوم عليها الماء، خاطر نتوما تعرفوا في الديار جينيرالمون باش ما تكحالش البطاطا نخليوها ديما في الماء. لاستيوس اللي هو هي ماهيش معاومه الماء بالذمه، باش يقعد فيها كلاميدون، على خاطر الكريم دو ليغوم يلزمها تعقد شويه، ولاميدون هو اللي باش يعاوننا باش تعقد الكريم دو ليغوم. هاي باهي، دونك ماهيش باش تبطى برشا جولدينا باش تذوب. ونخلطوا عليها البصل نتاعنا، مش لازم تقصوا الخضره ياسر جيده خاطر هي باش تغلي بطبيعتها، يعني حتى البصل مش لازم تقصوه جيد برشا، هي باش تغلي الكل مع بعضها وباش نرحيوها من بعد. دونك قصوا الكبر نتاع الخضره اللي تحبوا عليها انتوما، اللي اسهل لكم كوا في القصان. نبداو هكا وما نفوحوش، ما فما نفوحوش فلفل اكحل والملح باش نزيدوهم هما اخر حاجه، على خاطر هوني باش ينشح، معناتها باش نقليوهم بعد باش ينشح الماء، وبعد باش نزيدو نزيدوهم الكريم ليكيد، بعد باش نرحيوهم الكل. دونك باش ما نقعدش انا كل مره نتفقد في الملح نزيد وننقص، لاستيوس هي اللي انت تملح اخر حاجه هكيكا تقعد الخضره الملح يقعد كيما انت حبيته من الاول. هذه البصل مش لازم راهو يتقلى كيما نقليو البصل نتاع لي صوص. دونك هكا جوست ياخو شويه في الجولدينا، ونخلطوا عليه البطاطا، هكا جوست باش يتشبعوا مليح مليح بجولدينا بلس اللي هي غيش اون اوميغا 3. هكا للناس اللي تحب تاكل جولدينا هيلثي هذه، وبيسك كيما قلت لكم اليوم البلا نتاعنا الكل بلا فيه شبعه خضره، يعني ما عنيش دجاج ولا لحم في الدار، ونجمو نتصرفوا ونطيبوا منيو بنين وصحي في نفس الوقت. زيده باهي، زدنا السفنيريا، شنو قعدت باش نحطوا الكلافس، حتى الكلافس زدنا معاهم من الاولى. هكا نعطيو فيكم في ديزيدي نتاع سوب، احنا نسبقوا في لي سوب للبرد وان شاء الله يجي البرد. نحبوا هكا فاين جيلي، احنا زعما كيف نروحوا سورتو كي تبرد الدنيا، ربي يغيثنا. وكهو باهي، زدنا الكورجيت، والله ما احلاهم الوان الطنجره. واخر حاجه باش نزيدو القرع الاحمر، بما ان انا قلت لكم الملح هو اخر حاجه باش تزيد، باغ كونتر الثوم والزعتر، الثوم والزعتر والفلفل الاكحل نجم نحطوهم توا، جوست الملح بركه هو اللي يقعد الاخر. باهي زدنا الثوم، رشة هكا زعتر، فوالا الكركم خليته نحطو شويه اخر، نحبوهيش صفرة برشا راهو احنا تجي،
معناها باش نخليو الليجوم الخضره هي اللي تعطي لون الكريم دو ليجوم. هكا شفت كيفاش مع جولدينا كل خضره منهم تصيب الماء نتاعها ديجا والريحه والله بنينه بنينه تهبل. فلفل اكحل هي باش نحطو ريقتين رند معاها هذيا حطهم توا خاطر باش نمرق وتشايشة كركم كيما قلت لكم ما تحمروهاش ما تصفروهاش برشا ما نحبوهاش تكون صفرة معناتها مش هذيك البيوت هكا المطعم نتاع الكركم وكها ليه كملنا حطينا الدنيا الكل سخنتنا ديجا الماء هاوكا سخون نمرقلها نمرق حتى نغطي الخضرة الكل هلا ذكرني بالبرودو زيدا هذا نزيدوها شوية هي الخضرة باش تعطي من عندها ماء راهو كي تبدا تغلي نزيدوها شوية آخر هكا وهذي نخليوها تغلي على روحها تطيب الخضرة متاعنا ومن بعد بتبيانا باش نميكسيوها احنا آخر إتاب هو باش نزيدو فيها الكريم ليكيد دونك هذيك أهوك على روحه إجا خلينا نركبو الفرفوشة متاعنا